هذا كنظام مشي مثلا كأفراد كنظام، أين الجمهوري وأين المهمة؟ هذا كنظام فردي وهذا نظام شعب كله. أنا فعلت في هذا الموضوع الفرق بين الإمام والكذا، قال جمهورية جمهورية لن نرتضي غيره، نظام والشعب يعرف وش تعني كلمة الجمهورية. جمهورية جمهورية لن نرتضي غيره، نظام والشعب يعرف وش تعني كلمة الجمهورية. جمهورية تعني التساوي والمحبة والسلام والعدل والشورى ونشر المعرفة والحرية. جمهورية تعني نهاية للجهالة والظلام. جمهورية تعني بدايتنا للنهضة علمية. تعني نهاية للتخلف والخلاف والانقسام. تعني بداية للتطور والبناء والتنمية. أقول لكم كيف كان وضع الشعب في عهد الإمام. كانت معاناة المواطن مستمرة يومية. العلم والتعليم في حالة كل شبه انعدام. الجهل كانت نسبته 99%. إذا حد أرسل لك خطاب مكتوب أو رسل سلام ما تستطع تقرأ ولا تكتب رسالة خطية. تشتي تدور لك فقيه يقرأ على خلص الكلام. تجلس تدور يوما في البلاد الثانية. والفقر كان الفقر يجري في المفاصل والعظام. كانت ظروف الناس صعبة والمعيشة قاسية. اللحم يوم العيد لا حصلتها فانتهتم. نص اليمن كانوا يموتوا ليجلسوا التغذية والثوب. يلا تشتري لك ثوب واحد كل عام وباقي الأيام تمشي لك بخرقة بالية. مستشفيات ما مش ولا فكر بها حتى الآن. ولا عمل الشعب في عهد العيادة الصحية. كان المريض يجلس مريض ما بيجي رعاية وقتهم. واخر دواء كانوا يداهوا به مكاوي حامية. ثالوث مرعب كان جاتهم فوق صدر الشعب. عمل الفقر الأول والمرض بعده وبعد الأمية. لكن مع الجمهورية جات المرافق يا سلام. الدولة والمستشفيات والمدرسة المجانية. استرتقى أستاذ وانشر علم ما بين الأنام. وأبي وقع دكتور بيعالج ويصرف أدوية. وأخي قاع طيام له في الناس هيبة واحترام وبني ترشح واستطاع يبقى مكانه. عالية أستر تعبر عن شعوري دون خوف أو انتقام. أستر تعبر في صحيفة أو قناة إعلامية. أستر تقول للفاسدين هذا حرام هذا حرام. أستر تظاهر وعزل الحاكم بثورة سلمية. جات الطرق والكهرباء بعد المعيشة في الظلام والغاز اللي كانت تسد الأنفس الدرية. واليوم يشتوا يرجعون للوراء 60 عام ويردوا الحاضر إلى تلك السنين الماضية. قولوا لهم ما دام سلاحي والمعابر في الحزام الشعب قرر يقتلعهم لا يبقي باقي. أول خطب صلينا وسلمنا على سيد الأنام ليرسلها رب السماء رحمة للإنسانية. السلام عليكم. صح لسانك. كانت هذه الجلسة الأولى من ديوان ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين. حقيقة